لا لا انا سعاد. دي حته مخبوطه ومعدناها، لازم تتمعدن لو. لازم تتمعدن عشان ايه؟ تتساوى. لا لا انا استعاد روح كده عشان تعدي الطبق. اهم حاجه الاحراف كده وكده وكده روح سمك. وبعد ما نصفيها هنبطنها كبطانه. عشان اسمعني. اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعينا ومشاهدينا الكرام، معاكم النهارده في لايف جديد. احنا النهارده موجودين في ورشه الاسطى محمود. يعتبر الحاج محمود من اقدم الورش الموجوده هنا في محافظه الشرقيه. يعني زي ما انتم شايفين كده هنا الولاد شغالين في العربيات بيعملوا يعتبر اعاده تدوير ليها او بيصنفروا كده. صنفره العربيه ولا معجون؟ لا دي معجون. معجون بنعجنها الاول. مشكله الشبكه هنا وحشه. احنا الاول هنتعرف بأقدم سمكري هنا موجود معانا. يلا قول لنا بقى اسمك ايه وشغال ايه وبتعمل ايه يا عم عاد؟ اسمك عاد. شغال ديت الصنفرة الأسطى محمود معجنة. معجنة ده عشان هي تتصفى وتقعد شوية فلفل. ماشي. دي يعني كده انت بتعمل لها معجون. بتعمل لها معجون ليه بقى؟ يعني ايه المشكلة اللي كانت فيها؟ عشان هي انخفضت. استنى. هي كانت ايه بقى؟ كان المشكله فيها ايه؟ المشكله كانت في بند مكسور دخل اليوم حته دي خالص. تعالي دي مع بيها عشان تساوي بعض. تمام. يعني كده بتساويها. انت عندك كام سنه يا عاد؟ عندي 11 سنه. 11 سنه ما شاء الله عليك. بتعرف ان هي بقى اتساوت ازاي يعني؟ يعني فهمني اكتر. معجنها بالبيض. بقى بسكين. واحنا بنصفيها بالجاز. عشان تاخد فيلر عشان تبقى حلو. عشان لما تتلخبط اللي يتفش تبقى شجرة حلو. برافو عليك. لا لا سعاد. اروح كده اصلا. احنا بنسويها بنسويها زي بعضها بتبقى عاليه. بتبقى عاليه في البدايه المعجون. الاول كده عرفنا بنفسك. انا الاستاذ سامح محمد عبديع من الشرقيه. اهلا وسهلا بيك. قولي دلوقتي انت بتعمل ايه في العربيه؟ بلم العربيه. بتلمعها. دي كانت مشكلتها ايه الاول قبل التلميع؟ مشكله كرتوفيا من الشمسه. مسحناها مسافرها 2000. استنى كده. ولمعناها بالصاروخ وبنلمعها بايدينا، يعني اذا لزوما تلمع بالصاروخ روح. بسم الله ما شاء الله بتطلع في مكان تاني. بتطلع في مكان تاني. لف 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 حول العربية، لف حول العربية. عاملها زي. استنى طيب. مشكلة في الشبكة هنا عندك وحشة. الشبكة هنا معلش. راشين فيها جزء سلامات وراشين فيها عدبتين. بسم الله ما شاء الله اللون هو اللون. وحال الشعب هي مغشوشة. يعني تاني قول لي انت بتعمل ايه في العربية دي من تاني؟ احنا بنسحب العربية وبنلمعها بالصاروخ. تمام. بالكهرباء. وبعد ما نلمعها بالصاروخ بنلمعها بايدينا تاني عشان المزالم. وبعد ما نلمعها بالصاروخ بايدينا بنغسلها بالمية والصابون. هروسه طارق. ممكن بقى تعرفنا بنفسك تقول لي بتعمل ايه بالظبط في العربية؟ طارق طارق السعيد تحت. من العاب دي كانت طفل. سحبناها بصنفرة 2000 لمعناها بالصاروخ. بعد كده لما خلصنا الصاروخ بنلمعها قالوا وبولش. بعد كده من بعد ما نخلص هنغسلها ماشي ونلمعها تاني بولش. لا انا ماليش دعوة بيهم خالص. ورشتنا ورشتنا في شارع الانتاج بنزيمة فاجوس.
قول لي كده يا استاذ طارق انت بتعمل ايه تاني كده؟ انا بلمع العربي دي لمعناها بالصاروخ. هي كانت مشكلتها ايه الاول؟ كانت طف ساعات نفسها على 2000 وبعد كده لمعناها بالصاروخ وبنلمعها دلوقتي يده عشان المزيد.